أنا عبيد محمد خميس عبيد الشحي. بديت مشوار أفاق السوق، ويوم مشيت في هالطريق ياني الاكتئاب، أحس إن الناس كلها غلط وأنا الصح. فجأة في عملي دهورت، في أسرتي دهورت، مشاكل يومياً، الحياة كانت خلاص سلبية بكل ما فيها. بعد فترة وأنا في دوامي قالوا لي روح دورة، قالوا لي الدورة 3 أيام. صرت الدورة اليوم الأول، دخلت المحاضرة عند الأستاذ خالد، ما شاء الله عليه الكلام كيف يسرد المحاضرة، دخل فيني مفهوم السعادة والإيجابية كيف. أنا النقيب خالد محمد المهيري، رئيس قسم سعادة المتعاملين. في بداية الأمر نحن سمعنا عن برنامج مدربي سعادة المتعاملين، وهذا البرنامج اللي أطلقه مكتب رئاسة مجلس الوزراء. نحن تفاجأنا في أول يوم تعريفي كان لهذه الدورة أن انطلب منا نحن بعد تأهيلنا في هذا أو نحقق أهداف الحكومة في إسعاد المتعاملين وفي تطوير الخدمات بشكل عام. علمني كيف أن أنا فكرتي كانت غلط، مش الناس غلط، مش الحياة غلط. بسمع المحاضرة قامت تتغير الأفكار كلها براسي، وكنت أسجل كلام اللي يقوله. وعلمني الأستاذ خالد كيف الخطوة الأولى في التغيير، كيف تغير من نفسك أنت. إذا ما غيرت من نفسك أول شيء وما كنت أنت سعيد، كيف بتسعد الآخرين؟ عدلت أموري الشخصية وعدلت نفسي، وشفت عمري جد أني ارتحت في أمور وفي مواد وفي تجارب حقيقية، يعني مأخوذة حتى من دول ذات ممارسات عالمية على مستوى العالم. أتمنى من موظفي الواجهة الأمامية أنهم يلتحقون في هذا البرنامج، وراح تغير يعني حتى في تفكيرهم، وتغير كل أساليبهم. عندنا مثل يعني عبيد، أخونا عبيد كان في جانب سلبي وانتقل إلى جانب إيجابي. من الأشياء الجميلة أيضا في هذا البرنامج أن أثر هذا التدريب، اليوم لما أثر هذا التدريب ينعكس على متدرب عندك في التدريب ويغير من حياته ويغير من سلوكه، من سلوك سلبي إلى سلوك إيجابي. هذا بحد ذاته يعني الإنسان لابد أن يفتخر بهذا الشيء. الغاية الأساسية من هذا كله هو إسعاد المجتمع وإسعاد المتعاملين. تركت كل الأشياء السلبية في حياتي، أنا طبيعتي تغيرت أكثر من قبل بوايد بوايد بوايد. يعني عبيد ممكن يكون اليوم مدرب في هذا المجال بعد ما يأخذ التدريب ويأخذ المهارة اللي تخليه قادر أن يكون مدرب ويكون سبب في إسعاد الآخرين. صرت أحب الحياة. أكثر شيء يسعدني أنه لما أقدم خدمة لحد وهو يستانس فيه.